السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من القصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، اللهم صل على سيدنا محمد. القصة اللي وصلتني اليوم كتقول: سميتي سهام، عندي 24 سنة من مدينة تطوان. عشت يتيمة الأب، وخا هو ما ميت ما والو، ولكن تخلى علينا ملي تزاديت. خلانا أنا والوالدة في الفقر، وغير خوالي اللي كنا كنبقاو فيهم وكيعطفو علينا مرة كيجيبو لنا التقضية والمسائل الضرورية، حيت هي كانت عاد ولداتني وما كتقدرش تتحرك. ولكن غير ولات كتقدر توقف تما، كلشي قلب وجهه عليها، وحتى شي واحد ما باقي يسول فينا. ولات هي اللي كتخرج تخدم وكتخليني عند واحد جارتنا، والصدمه هي ان جارتنا هذه كانت كتخرج 9 بيا، واخا هما عندهم دار على 3 ديال الطبقات ولكن كتخرج 9. اما حنا كنا كارين دار صغيره بزاف، والوالده محتاجه، واخا هكا كتخرج تخدم. خدمات غير في واحد المحلابه، الخلاص كان على قد الحال. للحظات انني وليت كنبكي ليها بزاف في الليل وما كان بغيش نعس. واحد ليلة كانت يالله جابتني من عند الجارة وحطاتني وتكات باش نعس، وهي توقف عليها امرأة لابسة كل شي بيض، عينيها كبار ومكحلين ويديها مغطياهم. قالت ليها: علاش كدي لي بنتي الوسخ؟ الوالدة ما فهمت شنو داك شي، وقالت يمكن غير كتخايل، حيت جاتها بين النعاس والفياق. واحد اللحظة مشات اخويا الكوزينة كتوجد لي الرضاعة، حيت كنت كنفيقها في نص الليل وكنبدا نبكي. حتى سمعتني سكت، رجعات وكتقسم لي بلي لقاتني مقمطه في واحد الثوب بيض ونقي بزاف، والله ما عرفاتو منين جا. قوه الخلعه والدهشه اللي جاتها ديك الليله كامله وهي كتصلي، وما قالت هادشي لحتى شي واحد. واحد جارتنا نيت ساكنه غير حدانا كانت جات عندنا قبل ما نكمل انا 40 يوم، جات باش تطلع على الوالده وتشوفها. دخلت لعندي ودارت لي طوبه السكر في يدي. نتوما عارفين الدراري الصغار في داك السن كيكونوا سادين يديهم ما كيحلوهمش. قالت لها: هادي باش يتحل لكم باب الرزق ويفيض عليكم. جات تنوض ديك السيده وتمشي فحالها، حتى ديك السكاره ما لقاتهاش الوالده في يدي، عيات ما تقلب عليها لتكون طايحه تحت مني والو. المهم رجعوا لديك المراه اللي كانت كديني عندها الوالده وكتخليني معاها، بالاضافه للسعايا اللي كتستغلني فيها، كانوا بنات مبليين بالشوافات والدار ديما كيطلقوا فيها داك البخور ديالو. كانوا كيديروا لي داكشي فوق راسي، ماشي يقولوا البنت راه باقا صغيره ندخلوها للبيت، لا حيت ماشي بنتهم، ما كانوش مسوقين ليا، وحيت عارفين بلي الوالده درويشه وما كتهضرش على حقها. هزيت ليه الزيت من تماك وانا مازال ما قفلتش حتى العام. حتى لواحد المره شي وحده من عائلتهم لقاتهم كيديروا داكشي وانا منعسيني حداهم، وجات قالتها للوالده، ولكن ما تاقتش بها، وبقات كتقول المراه كدير فيها الخير وشاده لي بنتي، ما نقدرش نجبد معاها الصداع، ولكن هادشي غيسالي ملي غتشوفها بعينيها وهي كتسعى بيا. مشات حيداتني ليها وهي كتبكي، وديك خيتي محشمات كتقول ليها: خليها ليا وداكشي اللي ربحت نقسموه بجوج، راه حتى انت محتاجه. خداتني منها ولات كديني لواحد الروض، واخا ما كانوش كيتهلاو ولكن على الاقل تماك غنكون مامنه. بقينا على داك الحال وانا غدا وكنكبر حتى كملت 8 سنين، وفي هاد المده ما كنت كنشوف حتى شي حاجه ولا نحس بشي حاجه معايا، كنت عاديه بحال اي بنت صغيره، عزيز عليا اللعب والزنقه، غير انا مهدنا بزاف. ما علينا، واحد النهار كنا مشينا لعند واحد خالي اللي ساكن في طنجه، كان يلاه بنا الدار، والوالده مشات زعما باش تبارك ليه، واخا هما حتى شي واحد ما كان كيحمل الوالده تمشي لعندو، بحال الا كيحسب ليهم غادا تطلب منهم الفلوس ولا ما نعرف. ما علينا، مشينا لعندو، كانوا بزاف ديال الناس اخرين. واحد شويه دارت فيا مرات خالي قدام كلشي، وانا ما رضيتش، وحتى الوالده ما هضراتش حيت كانت محقوره بين خوتها. طلعت للسطح الفوق بلا ما يشوفني حتى شي واحد، وكانت عندهم واحد السده فوق من السطح دايرين فيها البارابولات وداكشي. طلعت حتى لتماك حيت كانت خفيفه وحركيه بزاف، وديك البلاصه عاليه ما فيها لا صور لا والو، الا طليتي كتبان لك غير الارض ديال الزنقه، حيت ديك البقعه اللي حداه مازال ما تبنات. بغيت نزل شداتني الدوخه، والله خويا الا كنت غنطيح، زلقات لي رجلي، حتى جرني شي واحد من اللور ورجعني. قوت الخلعه نزلت كنجري، وعاد بديت كنفكر وكنقول شكون اللي جرني، ما كان معايا حتى شي واحد في السطح. نزلت عند الوالده صفراء وكل اللي كانت رعد هي يحسب ليها غير حيت غوتات عليا مرات خالي ديك الليله بتنا معاهم،
حيت حنا اللي كنا ساكنين بعاد. عطاتنا انا والوالده واحد البيت صغير بحال القفص، واخا كانوا عندهم بيوت اخرين كبار غير خاويين، ولكن صبرنا خويا وبتنا ديك الليله مزاحمين تماك. كانت اول مره غادي نشوف شي حاجه. انا خويا نعاسي خفيف، الوالده سمعت الفجر كيودن وناضت من حدايا باش توضى وتصلي. شفتها حتى خرجات ورجعت غمضت عيني. ديك الحله اللي غنعاود نحلهم كتبان لي مرا متكيه حدايا في بلاصه الوالده، مرا كبيره شويه في العمر وعندها وشمه في الجبهه ديالها. عرفتي اخويا بحال الا خويتي عليا سطل ديال الماء متلج. داكشي شدني من رجلي حتى راسي، ولكن ما غوتت ما خفت. مع دخلت الوالده وهي تغبر من قدامي ديك المراه، وتصور انني ما عاودت ليها والو حتى دازو سنين على الواقعه. رات خالي ملي فاقت الغد ليه جات طلبت مني السماحه وقالت الوالده ما تمشي وحتى ندير السهام شويه الحنه في يديها. ما عرفناش شنو اللي وقع، حتى من خالي تصدم فيها حيت هي قبيحه بزاف وما كتحملش الضياف، خصوصا الوالده وانا من ديما كتعاملنا ناقص. صافي من تماك غتبدا قصتي مع هاد العالم اللي في الاول غتكون زوينه بزاف، حيت كتحس بحال الا عندك صحابك ولا عائلتك منهم وكيدافعوا عليك وكيوجهوك بالاذن ديال الله. ولكن من بعد غيتقلب هاد الحال ديالي فواحد الفتره وغندوز المعاناه ديال بصح. ديك الايام وليت كنعاون الوالده شويه ملي كنجي من المدرسه، حيت هي ولات كتبيع المسمن والحرشه والبغرير فواحد الشارع، يعني دايره كروسه ديالها وكتبيع. وانا ملي كنكون جاي من المدرسه كندوز عليها وكنبقى جالس حداها حتى كنرجعوا للدار انا وياها. واحد النهار جالسين كنبيعوا جا واحد خونا عنده محل مورانا كيبيع فيه الحوايج، وحنا خويا اصلا ماشي قدام وحاطين في الجنب قدام الشارع. جا عند الوالده وبقى كيقول ليها انت مضرقه عليا المحل حيدي من هنايا، وهي قالت لي ما غاداش نحيد. واحد شويه ويقلب لي هذيك الكروسه كامله، وانا بدون شعور بقيت كنبكي حسيت بالحقره وقلت ليه الله يعطيك القرض في دوك اليدين. مازالين اخويا كنجمعوا في ديك السلعه باش نمشيو فحالنا وشي ناس كيعاونونا، حتى خبطات طوموبيل. والله اخويا ما فهمنا والو، تصور هو واقف فوق تروطوار ماشي نقول لك قاطع الشانطي ولا شي حاجه، فوق تروطوار طلعت حتى لعندو ضرباتو تلحشي 10 متر قدامنا. مول الطوموبيل براسو ما فهمش شنو وقع ليه وكيفاش فقد السيطره على الفولو. خونا تشتت تهرش شي 6 ديال الهرسات، والوالده بقاو كيقولوا للناس ذنوبك خرجوا فيه. اما انا كنت مزير حتى شفته في ديك الحاله عاد تطلقت، حسيت بحالي لا حقي رجع عليا. مره اخرى تاني كنا مدابزين مع الجيران اللي فوق منا اللي كارين عندهم وبغاو يخرجونا من الدار. الوالده كتقول لهم راه ما عنديش فين نمشي، وديك مولا الدار كتقول لها خرجي عليا بنتي جايه من الخارج في الصيف وخاصني نوجد لها الدار باش تاخذ راحتها فيها. تصور اخويا حنا والله ما ظلمناها، هي اللي كانت كدير اي حاجه باش تخرجنا. وصلت بها انها قلبات لنا الطارو ديال الزبل حاشاك فم الباب وكانت كتقطع علينا الموضه. الوالده مسكينه لقات ديك الحاله وناضت كتبكي وكتجمع في داك الشيء، وانا نقطه الضعف ديالي كانت هي الوالده، كتبقى فيا بزاف كنشوفها هكاك كنتصير. بالفعل ديك السيمانه بدينا كنقلبوا على شي دار اخرى ولقيناها نيت في ديك الحومه، واحد المراه كبيره ساكنه هي وولدها لقينا فيها وعطاتنا الدار السفليه، واخا هي اصلا ما كتكريش للناس. اما بنت ديك المراه غتوقع عليها واحد المصيبه ما طيحش لك عليها البال، شدوها في المطار مهربه شي مواد ممنوعه وداوها نيشا للحبس، صدقات ما دخلاتش اصلا للمغرب. هادشي عاودته لنا غير المراه اللي سكننا عندها اللي طلعت درويشه وحنينه فيا. يعني انا الا كنت جيت من المدرسه وما كانتش الوالده في الدار كنطلع نتغدى معاهم عادي، ولكن داك ولدها ما كنتش مرتاحه ليه نهائيا. واخا كان كيتعامل معايا زوين ولاحظت بلي كيبغي يتقرب مني، وكان كيبين ليا هادشي عادي زعما حيت انا عندي الله 9 سنين وهو في داك الوقت راه عنده شي 28 عام. اللي شافو ما غاديش يقول بلي غيطمع في بنت باقا صغيره، كيدير راسو غير ضاحك وكيرمي يديه في شي بلايص حساسين. بقى الحال هكاك حتى لواحد النهار رجعت من المدرسه الوالده ما كايناش خدامه، والمراه اللي ساكنين عندها حتى هي ما كايناش مشات للحمام. انا داخله وهو خارج تلقى ليا في الباب قال لي راه غادي يخرج وراه الوالده ديالو مخليه ليا الغدا الفوق، قال لي طلعي كولي وملي تسالي سدي الباب. انا علاني تحيت الطابليه وطلعت للفوق على اساس راني بوحدي. واحد شويه حتى رجع دخل وسد عليا الباب وجا قصدني سد ليا فمي، بقيت كندافع معاه ما قدرتش ضربني، بغيت نعاود نوض عاود ضربني حتى غيبت. ملي فقت اخويا والله حتى كنلقاه مغيب وجهه كامل منفوخ، وانا الحمد لله في داك النهار نجاني الله منه وما وقع لا اغتصاب لا والو. ولكن من داك النهار ولا غير كيشوفني كيعطيني اتساع ما كيقربش مني ولا يدور بيا. والله انا ما عاقله شنو وقع ملي غيبت. حتى داز واحد الشهر كنسمع مولا الدار داويه مع الوالده كتقول ليها دي بنتك عند شي فقيه
راه ماشي طبيعيه. مشى ولد عاود ليها بلي تلاقاني في الدروج وبديت كنهضر معاه بصوت راجل وضربته حتى غيب. انا فهمت بلي داكشي وقع بالصح ولكن ماشي في الدروج، كان عندهم في الدار حيت حاول يتعدى عليا. هما خويا كيادي وغير اللي كيحاول ياديني، وهذا الشيء لاحظته مع ليا. الوالده دخلت عندي ديك الليله وانا دايره راسي ناعسه، حطات يديها عليا وبدات كتقرا القران. انا في ديك الفتره ما كنت لا مسكونه لا والو، ولكن كانت معايا رفقه صالحه كيحميوني وما كيضرونيش بقدر ما كينفعوني. بديت الصلاه الحمد لله بلا ما يعلمني حتى شي واحد، كنت كنشوف الطريقه في القنوات الدينيه وكنتعلم. كملت 12 عام والحمد لله حتى لديك الساعه الامور ديالي مزيانه، وليت كنحلم بزاف وكنعقل على الاحلام ديالي. وسبحان الله داكشي اللي كنحلمو كيوقع بالصح، سواء الغد ليه ولا من بعد مده. بحال واحد المره كنشوف واحد البير عندنا في العروبيه في الدار ديال جده وجدي، كنحلم بشي حاجه كحله مرميه في داك البير. طليت كيبانوا لي بزاف ديال الفاعي والحنوشه تماك، وبالمناسبه ديك الدار ديالهم كان ديما كتشعل فيها العافيه بدون سبب، كيسمعوا اصوات غريبه في الليل. جده فيما كيتجمعوا العائله كتعاود لينا بلي في واحد الليله شافت مراه خرجات ونقزات عليهم هي وجدي من الشرجم، كانت طويله بقات غدا وكتصغار حتى غبرات. اما جدي كان فاق في واحد الليله قبل الفجر باش يمشي يجيب الحطب حيت كان البرد، كيشوف واحد الولد كيشعل العافيه في الدار ومعاه غادي يغوت ويجي تصرفيقه للوجه من تماك وجهه تعوج ليه. الا شفتيه دابا تقول غير دار شي كسيده ولا تزاد هكاك. عيوم يجيبوا الفقهاء والو. قلت للوالده راه داك البير فيه شي حاجه، ما كانتش كدي على هضرتي، كتقول لي راه داك البير شحال وحنا كنشربوا منه، راه حتى السنين الاخر عاد سدوا جدك حيت هو كحمل الماء. ولكن ديك الحلمه تكررت معايا شحال من مره، حتى لواحد النهار طاح فيه ولد خالي الصغير، وملي جبدوه اكتشفوا عرام ديال الاسحار ملاوحين تماك. الوالده مبغاتش تقول لهم داكشي اللي كنت كنحلم به، حيت حتى هي ولات كتخاف مني بعض المرات. مره اخرى خالتي الصغيره كانت حامله وما دارش ليكوغرافي باش تعرف شنو عندها، حيت هي كانت والده جوج بنات وكانت باغا ولد. راجلها كان مزيرها بحال الا هي بيديها هادشي. كنا في واحد المناسبه وهي قالت لهم ان شاء الله غيتزاد عندي هاد المره ولد، وانا ننطق بلا ما نشعر. وقلت لها والله بنتي الا غيتزادوا عندك جوج البنات توام. هضرت بصوت ماشي صوتي بحال شي مرا كبيره، كلشي بقى كيشوف فيا. وخالتي كتقول لي حشومه عليك، واصدقات دابزات مع الوالده. والله خويا ما كامله الشهر ولدات جوج توام وطلعوا بنات. جده عيطت للوالده باش تقولها ليها وقالت لها راه اختك مقلقه منك حيت بنتك دعات فيها تولد البنات. بنادم ما كيفهمش بلي الله اللي كيرزق الولد ولا البنت. دازت هذيك واحد النهار الوالده قالوا لها شي صحاباتها نطلعوا للشمال نجيبوا السلعه ونعاودوا فيها البيع، وهي شدات كاع راس المال ديالها اللي كان عندها واللي كانت جمعاته من البيعه وشريه اللي كدير، وبغات فعلا تمشي تجيب السلعه. وانا كنقول لها لا ما تمشيش، راه هادشي ما غاديش يخرج على خير. هي ما بغاتش تسمع لهضرتي لدرجه اني درت براسي مريضه وطحت ليها تماك غير باش ما تمشيش. وبالفعل ما مشاتش معاهم حتى جات الاخبار ديال صحاباتها باللي تعرضوا ليهم الشفاره وكريساهم، وحده فيهم جات فيها ضربه خايبه. المهم هادشي غير شويه من بزاف، ما عرفت شنو هادشي اللي عندي، كاين اللي كيقول الحاسه السادسه ولا البصيره مفتوحه، انا ما عرفتش شنو نسميها. دازوا الايام وبديت كنكبر شويه وداكشي سبحان الله ديما مرافقني. انا خويا ملي طلعت للكوليج وانا كنعاني مع الناس اللي كيقراو معايا ما كيحملونيش نهائيا، ديما كينشروا عليا الاشاعات، يعني ما قدرتش ندير الصحابات. في الكاتريام واحد ختنا كانت ديما كتحرش عليا البنات، يا اما كيتحموا عليا ولا كيرميو ليا الهضره، وهي كانت مشمكره وكتعاشر غير مع الدراري. كنت كنحاول نتجنبها حيت خوتها خايبين بزاف وكنخاف لا تحرشهم عليا ولا شي حاجه. واحد النهار كانت قالت شي هضره حتى بكاتني، شي هضره اللي اصلا ما كايناش. ديك الليله بيت اخويا كان بكي، كنقسم ليك حتى تحطات عليا يد على صدري، ما شفتش شكون، ما قدرتش نحل عينيا. فديك اللحظه ترخيت بحال الا تقول وليت مبنجه، غيبت حتى فقت في الصباح. كنت داخله مع العشرة عند الفيزيك، كنلقى الروينه نايضه. اش واقع؟ قالك لقاو ديك خيتي مع واحد الولد اللي كان معروف باللي شمكار ومعاود الكاتريام جوج المرات، لقاوهم في واحد القسم بجوج بيهم في وضع مخل، حصلهم الاستاذ ديالنا. صافي تشوهو، مشاو للحراسه، دازو بجوج مجلس تاديبي وخوتها ساقوا للخبار. جاو عطاو قتله ديال العصا قدام كلشي، دخلوا علينا حتى للكوليج وجروها. من تماك خرجوها من القرايه وانا تهنيت اخويا وارتاحيت، وعاد وليت كنمشي نقرا وانا فرحانه. نجحت الحمد لله وطلعت ليسي بنقطه مزيانه. وفي ذاك الوقت كانت جات عندنا واحد خت الوالده من باها وكانت هي كبر منها.
جات على أساس غتبقى معنا شي أيام حتى ولات ساكنة عندنا. ديك ختنا أنا كنت عارفة ومتأكدة باللي ما كتحملش الوالدة ديالي، وخا هي كتحتارمها وكتقول لي وياك تقلقيها، ولات هي كتخرج تخدم وختنا في الدار ما كدير والو، كتفيق فوقاش بغات، كتلقى الفطور واجد ومن بعد كتخرج النهار كله هي غير كدور. أنا كنت غير كنشوفها كانت تزمت وما كنحملهاش نهائيا. واحد المرة رجعت لقيتها مدخلة مرا للدار، الوالدة ما كايناش، وغير شافتني قالت لي هادي راه بنتهم ودقتها صحيحة، ردي منها البال. هادشي قالته في وجهي، أنا ما تسوقتش حيت أصلا ما كنت فاهمة والو على داك العالم. ديك خيتي ولات كتجيب لينا الشوافات عين باين للدار وكتحر راجلها حيت كانوا واقفين على الطلاق، وجرى عليها وحيت عارفة بلي الوالدة ما غاداش تردها في وجهها جات سكنات معانا. المهم ديك الايام وليت انا كنتزير في الليل وكنتخنق، داكشي اللي فيا ما حاملش داكشي اللي فيا. والله اخويا الى واحد الليله جالسين كنتعشاو واحد شويه وانا نخنزر فيها، داكشي اللي جاني جاني عليها حتى لقيت الشعر ديالها في يدي وهي طايحه في الارض كلها مضروبه. الوالده كتخبط فيا وكتقول لي شنو درتي يا المسخوطه، كنقول لها راه هي اللي دارت هي اللي دارت. باقا ما واعياش وبديت كنطق وكنقول لها سحاره سحاره خرجي علينا. تصور اخويا اننا لقيناها دايره سحر الوالده في المخده ديالها، وهادشي كامل حيت ديك الشوافه اللي جابت قالت لها بلي راجلها بغى يطلقها باش يتزوج الوالده ديالي، حيت هو كان من العائله والوالده ديالي عزيزه عليه ولكن كتعتبره بحال خوها وصافي. داك السحر ما غادي نلقاه حتى دازت سيمانه من مورا ما مشات ديك اختها. لقينا فيه تصويره ديال الوالده مكتوب عليها ومعها شي حروزه. الوالده في ديك الايام كتقول لي غير كنعس كنحس بشي حاجه ثقيله محطوطه ليا على راسي، ولات موسوسه كتحط الحاجة وكتنساها، كتشوف أحلام خايبين غالبا كتكون في المقبرة ولا في الطواليط، ولا كيجابو خطاط بزاف كيجيفها. وحتى من الخدمة ديالها ولات كتعكس ليها وكاع الكليان هربوا منها. واحد النهار طاحت في الزنقة وغيبات حتى جابوها للدار، ما عرفناش شحال المدة وهي دايرة لها داك السحر، ولكن هي بقات معنا تقريبا 4 شهور قبل ديك الليلة اللي عاودت لك عليها ملي تفتحات ومشات في حالها. واخا هكاك بقات حالفة عليا، ديما كنحلم بها كدير ليا شي حاجة ولكن دوك اللي معايا كيحيدوها ليا. بقات في نفس المدينه غير باش تادينا انا والوالده، ولينا ديما كنلقاو الباب مرشوش، وداكشي مع الاسف شد في ديك المراه اللي كارين عندها وشد حتى في الوالده ديالي اللي ولات كتغوت عليا وديما معصبه كتضربني واخا هي عمرها ما حطات عليا يديها، وكانت دايراني بحال صاحبتها ماشي بنتها. واحد الليله مسكينه فقط باش توجد داكشي اللي كتبيع كانت كتفيق مع الفجر كتصلي وكتبدا الخدمه. قالت لك يلاه توضات وتوجهت للقبله، كتشوف راجل وجهه مخصر وعريان كامل واقف مقابل معاها. في الاول كيحسب ليها غير كتخايل حتى بان ليها غادي وكيقرب وقف قدامها. غيبات اخويا، انا فقط لقيتها طايحه وبقيت شحال معاها عاد فاقت، وليت غير كنطلق ليها القران كتبقى تقول لي سكتي راه ضرني في راسي ولا كتنوض هي تطفيه. انا مبقيتش كنقدر عليها حتى الخدمه، انا اللي وليت كنفيق في الصباح باش نوجد ليها كلشي، هي غير كتمشي تبيع. وبعد المرات انا اللي كنمشي الا ما كنتش قاريه. اما المره اللي فوقنا اخويا مع الاسف تخطات داك السحر المرشوش وزحفات من رجليها ما بقاتش كتنوض، وحتى داك ولدها اللي طرا ليا مع داك البلان كان تزوج ديك الساعه وما بقاش ساكن معاها، يعني مسكينه الا ما طليناش حنا عليها ما كاينش اللي يرد ليها البال. المهم كثر عندنا داك الشيء في الدار، والغلط اللي درت انني ما بقيتش شاده في صلاتي، خصوصا ان الشغل كامل ولا عليا، كنت كنعيا بزاف وكنعجز على الصلاه، وهنا بدا كيدخل معايا الصهد حتى انا. واحد الليله جالسه كنوجد كان عندي استيزيام وقرب الجهاوي، شربت قهوه غير باش نسهر ونحيد عليا الحفاضه، حتى بديت كنسمع صوت جاي من الكولوار بحال الا تقول شي عاود كيتمشى. دوك الصفايح اللي كيكونوا دايرينهم ليه في رجليه نفس داك الصوت كنت كنسمعو. حتى خويا كنطل كيحسب لي الوالده فاقت، حتى كنلقى مراه لابسه كلشي كحل، عينيها صفرين وكدير واحد الصوت والله ما عرفت كيفاش نوصفه ليك. حتى ديك بسم الله الرحمن الرحيم ما قدرتش نطق بها، وهي تدخل على الوالده لبيتها. تما كان بديت كنغوت بحر جهدي حتى سمعوني الجيران اللي حدانا كيحسب لهم غير شي واحد مات الله يحفظ. والوالده ما خرجاتش من البيت بحال الا تقول مغيبه، حليت الباب لواحد الجاره هي اللي دخلت لعندها وانا ما قدرتش. شعلات الضو بدات كتفيق فيها فاقت وهي ما عارفاش شنو واقع. دازت ديك الليله ومن تماك بداو معايا الاحلام الخايبين، وليت غير كندخل لفراشي كنلقاه سخون بحال الا تقول شي واحد كنعس فيه. كنفيق في الصباح كنلقى راسي مزير عليا والجلده ديال شعري كضرني، ملي كنقلب يديا كنلقاها عامره بالزغب، يعني كنتف راسي في الليل بلا ما نشعر. واحد النهار ثاني كنت ناعسه وكان جاني الصهد وحال الشراجم ديال الزنقه،
كيبان ليا الخيال ديال الراجل كيتحرك عندي في البيت، كان كبير بزاف، راسو واصل حتى للسقف. كيتمشى بشويه وجاي لعندي، والبيت ولا سخون، بقيت ساهيه فيه في وسط الظلام حتى لواحد شويه بان ليا وجهه وضاح. عينيه مجبدين بزاف بحال الا مسدودين، بحال الشكل ديال شناوه، غير هما كبار بزاف والملامح الاخرين ما عندوش. بقيت كنغوت بحرج هادي وكنقول لها الواليده اعتقيني اعتقيني، وهي ما كتسمعنيش. الغريب في الامر انني ملي كنفيق في الصباح كنكون معوله نقولها للواليده ونمشيو نشوفوا شي حل لهادشي اللي عندنا، ولكن ما كنقدرش نقولها ليها، وحتى هي ما كانتش كتقدر تعاود ليا داكشي اللي كتحس بيه ولا اللي كتشوفه. ديك المره اخويا اللي فوقنا ما بقيناش قادرين نتحملوا مسؤوليتها، وجات واحد البنت اللي ساكنه في مدينه اخرى داتها عندها، واخا هكاك مسكينه كاع ما خرجاتنا، قالت لينا غير بقاو في الدار. تصور كنكونوا جالسين في الليل كنتعشاو وراه داكشي طالع هابط عندنا في الدروج بحال ساكن شي واحد معانا، لا انا ولا الوالده كنقدروا نهضروا، كنبقاو غير نتلفوا في الموضوع. واحد المره غدا تصدمني في الصباح جالسين كنفطروا، وهي تقول لي راه باك كان عندي البارح. كنقول لها اش كتخربق يا الوالده، ياك هو مشى لمدينه اخرى وتزوج اشنو غيجي يدير عندك؟ وكتحلف ليا كتقول لي راه البارح كان عندي في البيت وجا طلب مني السماحه، وليت كنتخلع عليها اكثر ما كنتخلع على راسي بحال انا هي ما ومسؤوله عليها. اللي كانت عندي 17 عام كانت اول مره غادي نمشيو لعند شي راقي. واحد البنت كانت كتقرا معايا وعاودت ليها شنو طاري، قالت لي راه كنعرف واحد السيد الا بغيتي نعطيك العنوان ديالو وسيرو عندو انت والوالده ديالك. بزز باش قنعتها حيت كانت كتقول لي انا راه ما فيا والو، وبالفعل مشينا لعندو. هو كيرقينا وانا كيبان لي الدخان كحل حتى عمر البيت كامل بحال تقول شي حاجه كتحرق حدانا. كنقول ليه راه العافيه العافيه شاعله العافيه شاعله، وهو عاد كيزيد يقرا. اما الوالده بقات غير ساهيه وكتبكي. الاخر قال لينا راه عندكم غير العين ما عندكم حتى شي حاجه، وعطاني واحد الماء واحد العشوب قال لي سيقي بهم الدار كامله باش حتى الا كانت شي حاجه تحيد. انا تماك عرفت باللي ما في يديش حيت كاع الناس كيقول لهم نفس الهضره. واحد المره منين عييت قررت انني ندير الكشف الراسي، بديت كنبحث ولقيت واحد الطريقه وقررت انني نديرها. وفي ديك الليله صافي صليت صلاتي درت التحصين ديالي وديك الطريقه ودعيت وقلت يا ربي الا كانت شي حاجه عندي بغيت نعرفها. في الليله خويا كنحلم براسي في واحد الخلا اللي كان واسع وكبير بزاف، قدامي ثلاثه ديال الناس لابسين الابيض وبيني وبينهم واحد الحفره اللي غارقه، هما كيرميو ليا السلام وانا باغي نمشي لعندهم. دوك الناس بحال الا كنعرفهم مزيان بحال تقول من عائلتي، مع كنبغي نقرب كيطلع ليا حنش كبير من ديك الحفره وكنرجع للور. فيما كنبغي نقرب منهم كيطلع قدامي، ملي ضرباتني الفيقه وانا نفهم باللي عندي شي حاجه اللي منع عليا ديك الرفقه اللي معايا. فكرت وقلت بلا ما نمشي لا عند راقي لا عند والو، حيت سمعت باللي الرفقه الصالحه كيتقواو بالعبادات. وليت كنصلي صلاتي كنصلي حتى النوافل، كنقرا القران كندير الاذكار ديالي، الذكر ما كيخطاش لساني، كندير الخير مع الناس وكندعي ديما الله يعفو عليا من هادشي. والحمد لله ديك الايام وليت بخير، ما بقيتش كنحلم ما بقيتش كنشوف والو، ورجعت كنعس مرتاحه. واحد الليله خويا كنحلم براجل، ماشي كنحلم به ولكن بين الفياق والنعاس، كنشوفو داخل عندي البيت وكيقرا القران. كان كيشبه لجدي بزاف ولكن ماشي جدي، شويه خرج من البيت ديالي وبدا كيقراه في الدار كامله بصوت مرتفع، وداك الصوت ديالو كان مريح بزاف عمرني ما سمعت بحالو. والعجيب ان الوالده الغد ليه صبحت بخير ومرتاحه حتى وجهها رجع فيه اللون حيت كانت ولات صفراء خويا. صافي تماك عرفت بلي طريق الله هي اللي غتعاوني وما نحتاج لحتى شي واحد، خصوصا انني كنت عارفه بلي ملي قطعت صلاتي بدا كيدخلني داكشي. فداك الصيف كنت خدمت في واحد البوتيك ديال الماكياج باش نعاون الوالده، وداك السيد مولاه ما بغاش يطلق مني كيقول لي بقاي خدامه معايا من نهار اللي دخلت والخير كيفيض عليا. تصور اخويا ما كيخواش، كاين حداه عرام ست فين كيبيعوا نفس الحوايج وما كيمشيوش لعندهم وكيجيو لعندنا، بالرغم من ان داك المحل ما كانش كبير بزاف كان متواضع وعادي. انا خويا ما عرفاش راسي والزهريه ولا لا، ما عمرني سولت على هاد القضيه، ولكن دوك البنات اللي كانوا كيجيو لداك المحل شي ثلاثه منهم قالوا لي هاد القضيه، كيقولوا لنا سمحينا نهضروا معاك، ملي كنقول لهم مرحبا كيقولوا لي واش عارفه راسك راك زهريه. انا كنت كنبقى غير نضحك وكنقول لهم ما معمراش راسي بهذا الشيء اللي درت 18 عام، بداو كيجيوني يعوروا الزواج، ولكن قالوا لي نتخلى على الوالده وانا ما قدرتش حيت هذوك اللي كيجيو فيا عايشين في مدن اخرين ولا في بلدان اخرين. الوالده كتقول لي غير زعما وتزوجي، ولكن كنقول لها ما نخليكش. ديك الدار اخويا تحولنا منها حيت كانت مازال كترش لينا. اما ديك خت الوالده من بوها اللي سحرات لينا حصلوها واحد المره داخله عند واحد الشوافه، ودوك الناس اصلا ما كانوش كيحملوا ديك الشوافه وكيقلبوا لها غير على السبه، خرجوها هي وياها من تماك
وصوروهم ونشروا التصاور ديالو، يعني تشوهات. وهادو غير ذنوبنا. الاب ديالي كانت كتجيني عليه بزاف الخبارات وكان باغي يتعرف عليا ويتقرب مني، ولكن انا ما كنتش حاملاه حيت عشت 18 عام بلا بيه. جا وجاب معاها شي وحدين من عائلته بغاو يدخلوا بخيط بيض، ولكن انا ما قبلتش. ملي بريت من دوك الاصحار اللي كانوا عندي رجعوا دوك الحوايج الزوينين اللي كانوا كيطراو ليا في الصغر كيعاودوا يطراو معايا عاوتاني. واي حاجه سبحان الله كنكون باغاها وكيكون عندي فيها الخير كييسر ليا فيها الله. بحال واحد المدرسه من بعد ما خديت الباك دفعت ليها وكنت باغاها ديال بصح، ولكن ما تقبلتش فيها. مدرسه واحده اخرى اللي كنت دافع على غير احتياط، هما اللي قبلوني وعيطوا ليا، والحمد لله تخرجت منها ولقيت خدمه في داك العام نيت في بوست لي مزيان، وقدرت انني نكري دار زوينه للوالده ونخرجها من المعاناه اللي دوزاتها. اخر موقف طرا معايا غير هاد العام اللي فات في رمضان، كنت كنمشي نصلي في الجامع انا والوالده ديالي، ومنين سالينا الصلاه بداو النساء كيخرجوا وانا ما كانش كيعجبني نتزاحم معاهم، كنت كنتسنى الدنيا حتى كتخوى عاد كنخرج. واحد شويه اخويا بقيت غير بوحدي حتى الوالده ديالي مشات، وهي تجي عندي واحد المراه ما عمرني ما شفتها، حيدات واحد الخاتم من يديها وعطاتو ليا. قلت لها شكرا الله يرحم لك الوالدين، انا من العاده ديالي اللي عطاني شي حاجه كنجدها وما كنرجعهاش على الناس. وشحال من موقف طرا معايا غريب ولكن ما ذكرتوش، بحال مثلا اي حاجه كنبغيها كتجي حتى لعندي. الحمد لله على هذه النعمه، وكنشكرك اخويا جزيل الشكر حيت كتونسنا بهاد القصص اللي كدير، وخا فيهم المعاناه ديال الناس اللي كنتمنى الله يعفو عليهم والله يشافيهم كاملين، سواء اللي عاودوا القصص ديالهم ولا اللي ما عاودوهاش. وكنتمنى انكم تدعوا معايا بالخير ويبعد عليا الله الناس الخايبين. الخوت كانت هادي قصتنا ديال اليوم، وكنشكروا الاخت سهام اللي بارطاجاتها معانا. وكيف العاده كنقول لكم اللي عنده شي قصه بحال هادي طرات لي ولا شي واحد في عائلته يخليها لي في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، نتلاقاو في القصه الجايه، ومن هنا لتما كنقول لكم تهلاو في راسكم والسلام عليكم.